إذاعة القناة من الإسماعيلية تقدم عن قصة حياة محمد حازم لاعب النادي الإسماعيلي. تقدم الساعات سباعية كتبها للإذاعة سمير الجمل. الموسيقى والغناء فوزي الجمل وفرقة الصامدين. إخراج محمد السيد. اكيد هيقول لنا ارجعوا تاني زي ما جيتوا. يا جدع قول يا رب. سمعتوا حبيبي كلامي؟ انت تحتاج واخد بروجرام سبيشال عشان تلعب فرست تيم. انت مين يا خواجة؟ انا ولا هو؟ انت انا انتوا مش عارفوا عربي. انا عايز نقول انت يعني اتنين. الخواجة يقصد يقول انت وهو. ياس انت وهو. تحت امرك يا كابتن. قول له يا كوتش عشان نعرف اننا بنفهم انجليزي. يا اخي انت بتنجح في الانجليزي بقدره قادر. سمعتوا كلامي؟ ياس. في واحد بروجرام مخصوص. تحت امرك يا كوتش. ياس. عشان كده مفيش كايرو اسماعيليه، في اسماعيليه بس. يا كابتن الموضوع الخواجة بيتكلم جد. ده لمصلحتكم طبعا. الراجل عايز يجهزكوا عشان تلعبوا في اقرب فرصه مع الفريق الكبير، ولازم تحافظوا على الفرصه دي. ايوه انا ما قلتش حاجه، بس الامتحانات على الابواب. يا سيدي اتصرفوا، انتوا ايه عايزين تكوشوا على الدنيا كلها؟ وهنقعد هنا في النادي؟ تجيبوا الكتب هنا وتذاكروا هنا، ولو احتجتوا دروس ولا حاجه نجيب لكم مدرسين. ما قلتش حاجه برضو، ممكن تجيبوا مدرسين، بس مش ممكن تجيبوا لنا مدرسه عشان الحضور والغياب بيأثروا علينا في اعمال السنه. اوكي نو بروبلم. لا كوتش مفيش بروبلم. مش كده يا عماد؟ لا بروبلم ولا يحزنون، وكل بروبلم مري حلال. انت قادر تتكلم على كيفك؟ ده لعب عيال. يا حضرة الناظر ارجوك تسمعني. اسمعني انت جاي تكلمني عن اسبوع اجازه كانك موظف عندنا، وناسي انك طالب وان الحضور والغياب عنصر اساسي في نجاح الطالب. يا فندم انا فاهم كل حاجه، بس يعني ده مستقبلي الكروي. ايه تكونش فاكر نفسك صالح سليم يا ابني؟ انت لسه لاعب صغير. ما هو لو حضرتك فندم اديتني الفرصه ممكن ابقى لعيب كبير. يعني الخواجة تومسون ناوي لعبني مع الفريق الاول الاسماعيلي. شوف يا ابني، انا قلت كل اللي عندي وما اقدرش افرط في مستقبل اي طالب عندي في المدرسه عشان خاطر عيون الاسماعيلي. طب وماله الاسماعيلي يا حضره ناظر؟ طب قولي كم مره خد الدوري وكم مره خد الكاس؟ كفايه انه اول فريق ياخد كاس افريقيا. حضرتك يا فندم ما سمعتش عن الدراويش فريق المثلثات؟ طب وايه رايك في الاهلي؟ الشياطين الحمر طبعا. برافو عليك يا ولد، كنت فاكرك هتلبخ. حضرتك اهلاوي بقى وباين عليك كنت رياضي قديم. رياضي ايه يا ولد؟ بلاش كلام فاضي. ها احنا كنا بنقول ايه؟ كنا بنقول ان حضرتك هتساعدنا. لا كنا بنقول حضرتك هتساعد نفسك بنفسك. يعني اسافر الاسماعيليه وانا مطمن؟ اذا كنت هتذاكر هناك يبقى مفيش مانع.
يا خالد، جهزت حاجتك كلها يا حبيبي. ايه يا ماما، واخد الموضوع جد قوي كده ليه؟ لانك مش مقدر، مش قادر تحس بقلب الام. يا امي، انا مقدر شعورك، بس الواحد لازم يشوف الدنيا، يشوف اللي حواليه، مش معقول يفضل مزروح هنا. افتكر الكلام دلوقتي مفيش منه اي فايده. الله ينور عليك يا دكتور، اهو كده صوت العلم بيتكلم. انت يا ابني مالكش في الطيب نصيب، يعني لو صبرت على رزقك في نادي الزمالك ولا في الاهلي، مش كان النهارده وضعك اتغير؟ يا سيدي عايزين وضعك انت يتغير في الاسماعيلي، بس شد حيلك يا حمام. تنساش تاخد معاك لبس تقيل يا خالد، وابقى ضغطتك كويس، بيقولوا ان لندن دي برد وتلج. حاضر حاضر يا ماما. اظن هتبقى كسول في كتابه الجوابات زي عاد. وحياه احلى اخت في الدنيا، ما هيكون ورايا شغل غير الجوابات. يا مياس، مش عايز تبطل تمييز برضه، بس خلي بالك في لندن ما يعرفوش التمييز. لو سمحت يا ماما، تعالي اقفلي الشنطه بايديك الحلوه المبروكه لغايه ما البس هدومي، احسن ميعاد الطياره قرب. خالد، انا هاجي معاك المطار. لا لا لا، مفيش داعي للتعب يا ماما، البركه في الاخوه الاعزاء. طارق وحازم، يلا يا سيدي يلا، التاكسي جاهز على ناصية الشارع بعد ربع ساعه. وانا دايما احب العيال الجاهزه. والله شوف راح توحشني، وخصوصا قهوه عبد الهادي. لا اله الا الله، محمد رسول الله. خلي بالك من نفسك يا حبيبي. خليها على الله يا امي، خليها على الله. دايما انا اللي بتاخر، يا ترى حصل ايه؟ يا ترى هو اللي جاي هناك ده؟ لا مش هو، بالطريقه دي مش هنلحق التمرين، والخواجه هيقعد يرطم بالعربي والانجليزي للصبح. عماد يا عماد. ها مين؟ حازم، اخيرا وصلت. انا لولا متاكد من وقوفك ما كنتش جيت. خير؟ حصل ايه؟ طارق بيذاكر عند جماعه اصحابه عشان الامتحانات، وخالد زي ما انت عارف سافر لندن من اسبوعين، ومفيش غير نهاد وماما لوحدهم، وما اقدرش اسيبهم الا لما يرجع طارق. والتمرين والخواجه تومسون. انا عماد زهقت بصراحه بقى، من يوم ما لعبنا ماتش القناه مع الفريق الاول ما شفناهاش تاني. انت ناسي كمان انه كان ماتش ودي 26 يناير سنه 77، هو ده التاريخ بالظبط، فاكره يا عماد وعمري ما هنساه. هو ده تاريخ يتنسي، بس المهم هنلعب امتى الماتشات الرسميه في الدوري؟ ابقى قابلني بقى يا عم، احنا في وسط لعيبه كبار ومش هنشمها كده بالسهل. انت ليه هتخليني اياس انا كمان؟ المهم يا عماد، سافر انت دلوقتي، وانا اذا قدرت احصلك هحصلك. تلاقيك قلقان عشان النتيجه؟ طبعا قلقان، بس انا بصراحه مش قادر اسيبهم لوحدهم في البيت. طب واخرتها؟ مش عارف يا عماد، الواحد كان طاير وكان بيحلم بحاجات كتير، ويظهر ان الحلم كله على بعضه طار. انا جات لي فكره. ها؟ ايه رايك طارق يقعد يذاكر مع اصحابه في البيت؟ فكرنا في الحكايه دي، بس البيت ضيق، مش هيبقى على راحتهم يعني. ما تنساش نهاد رخرة عندها امتحانات في كلية التجارة. انت طول عمرك كده هتفضل شايل هم العيلة. بابا يا عماد الله يرحمه عودنا نتحمل المسؤولية انا واخواتي، وبعدين ده قدرنا وكل شيء مكتوب. ونعم بالله. المهم هنتصرف ازاي دلوقتي؟ سافر انت بس دلوقتي وبلغهم ان عيان، وبعدين انا هحصلك. بس لو عرفت حاجة عن النتيجة تبلغني بالتليفون. ودي برضو حاجة تنفع فيها التليفون يا عمدة. مع السلامة يا جدع. استاذ مصطفى العجلاتي، واحد قهوه مظبوط. هديكا هديكا. ايه صباح خير يا سيكا. صباح الفل يا كابتن، شاي ولا قهوه؟ معلش مش فاضي. بقول لك ايه،
اخبار الشله ايه؟ كانوا كلهم هنا امبارح وبيسالوا عليك، تحب ابلغهم حاجه؟ لا ولا حاجه، انا اخر النهار هبقى انزل اقعد معاهم شويه. الله، امال فين المعلم عبد الهادي؟ قاعد على الكيس جوه. ابقى سلم لي عليه. طيب وما تجيش انت بنفسك ليه تسلم على عمك عبد الهادي؟ لا مؤاخذه يا عم عبد الهادي، لا مؤاخذه. على العموم انا عندي ليك خبر طازه. ايه يا طارق يا معلم؟ الراجل اللي قاعد هناك ده هو اللي هبلغك بنفسه. مبروك يا حازم، عقبال الثانويه العامه يا ابني وتدخل الجامعه. الله يبارك فيك يا ماما. قولي، عقبال ملعب في الدوري الممتاز. الصبر جميل والصابرين بخير. كلامك ده يا امي هو اللي بيديني الامل. شفت بقى ان النجاح في الدراسه اهم شيء في الدنيا كلها. قصدك ياست الكل؟ قصدي تروق بالك كده وتاخد الامور بهدوء، وساعه الفرصه ما هتجيلك محدش هيقف في طريقك. فعلا يا امي، كل شيء نصيب وكله باراده ربنا، بس اللي بيضايقني اني مركون على الخط. الاسم اني بتمرن مع الفريق الكبير لكن ما بلعبش معاه. انا مش فاهمه انت مستعجل على ايه؟ انت ناسي ان لسه عمرك 18 سنه والمستقبل قدامك يا روح قلبي؟ ناسي وبكره تحقق كل اللي بتحلم بيه. يا سلام يا حازم، ده انا شفت لك رؤيه انما حلوه خالص. صحيح يا ماما. صحيح يا حماده، وديك نجحت اهو في مدرستك وان شاء الله هتنجح في الملعب. ياه، الكلام اخدنا والساعه بقت 10. خير يا حبيبي؟ انا عندي ميعاد مع عماد سليمان في موقف احمد حلمي عشان نسافر اسماعيليه النهارده. يا ابني انا خايفه عليك من العربيات البيجو دي. يا ست كل الاعمار بيد الله وعمر الشقي باقي، وبعدين البيجو 7 راكب وانا واحد من ضمن الركاب. وماله بس الاتوبيس يا ابني؟ الواحد يا ماما بيبقى مستعجل والاتوبيس ده رايق قوي. يا حبيبي اركب الاتوبيس السريع. قولي يا رب يا رب. صباح الفل يا دكتور طارق. صباح الفل، اهلا يا عم عبدو. على الكليه باذن الله. ان شاء الله. مفيش عندك ولا 3 دقايق نتكلم كلمتين مع بعض. خير؟ الحقيقه في ناس كلموني على ماتش كره شراب تلعبوا انت وحازم مع 3 من هنا واللعب في ميدان الخلفاوي. يا نفسي العب طبعا، بس انت عارف ظروف الدراسه والامتحانات اللي جايه. انت عارف ظروفنا يا عم عبدو. ربنا يقويك، ما تاخذنيش، اصل انا عارف انك لسه بتحب الكوره. طبعا طبعا، بس انا شطبت خلاص يا عم عبدو. مين قال كده؟ هو الكابتن طارق حد ينساه ملك الكوره الشراب في شارع حسن بهجت وشبرا؟ معلش، اصل الدنيا حظوظ. ده انا بشوف لعيبه درجه اولى ما يعرفوش يوقفوها وحياتك. دلوقتي بصراحه ما فيش في دماغي غير الطب وبس. باذن الله هتبقى احسن دكتور في شبرا برضو. مش بعيد عن ربنا. الله يرحمه والدك كان راجل زي السيف، من ساعه ما سكن هنا لغايه ما ربنا افتكره عمره ما زعل حد ولا حد زعل منه. ايه، الله يرحمه. الله يرحمه، علمنا حاجات كتيره قوي يا عم عبده. كان دايما يوصينا بالصلاه ويقول لنا يا اولاد الراجل كلمه، ويا بخت من تحبوا الناس ويحبهم. عشان كده اللي خلف ماتش والبركه فيكم. غدا لقاء جديد. سمير الجمل، محمد السيد.